السلام عليكم صحباتي، لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ هانيين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده ويلقاكم ناشطه يا رب. والبنات كنقول لكم عواش مبروكه، والله يدخلها علينا وعليكم وعلى المسلمين كاملين بالصحه والسلامه وبر الصحه يا الاولى والرزق يا ربي، حيت الصحه هي كل شيء. البنات ندعي لكم، ندعي لكم بالصحه. كنقول لكم واحد بين قوسين شكر خاص صحاب وجده تبارك الله عليهم، الكليانات ديالي المتتبعين ديالي اللي جاوا عندي المعرض وكبروا بينا. وبصراحه راه ما نقولش لكم الناس اشنو كيديروا ملي كنمشيو تما اش كيديروا على ناس وجده، راه الكرم والضيافه. وحنا الحمد لله المغاربه كاملين معروفين بالكرم، المغاربه كاملين معروفين ب يعني واحد المحبه بيناتنا. يا ربي دومها يا ربي يا ربي. صحاباتي كنقول لكم عندنا مازال عندنا جليلبات ديال بي، مازال عندنا قفيطنا، شي حاجه غزاله مخدومه باليد، كاين اللي مخدوم بالماكينه، كاين اللي البياسه كلها كتكون نص ايد ونص ماكينه، يعني على حسب الثمن. المهم كاينين البنات، كاينه الخدمه عندنا نقيه، كاينه في المحل، وغنكونوا ان شاء الله في الرباط. نتمنى الرباط تهوى تدوز بحال وجده. هادشي اللي غنقول لكم، نتمنى الناس ديال الرباط يزورونا ويكبروا بينا ويجيو لعندنا المعرض، لان تبارك الله ديال وجده راه شفتوا التصاور وشفتوا الفيديوهات ديال السيد اللي منظم لنا انس اكس بوكس. يعني بصراحه راه ما نقولش لكم، راه ما بقاش معرض ولا مهرجان كثرت الناس اللي كبات علينا. نتمنى يا ربي يكون الرباط حتى هو كذلك بحالكم، وما يكون ما احسن المدن اللي جايه ان شاء الله ديال الصيف. وكنشكر بزاف الناس المنظمين، حيت ماشي ساهل باش ينظموا هذاك المعرض كامل وهذيك الكميه ديال الناس، ويحاول يكتب لك يعني لا يدير لك الامن في المعرض ويدير لك هادشي كامل، ماشي سهله. الله يوفقهم ويوفق الجميع يا ربي. كي قلت لكم حنا غنكونوا ان شاء الله في معرض ديال الرباط. البنات انا غنكون فيه غير نهار الخميس ان شاء الله، معرض ديال الرباط غنكون نهار الخميس ديال الافتتاح ديالو، وغنكون نهار الحد حيت الحد كيكون محل مسدود. يعني انا الايام الاثنين يعني بلاتي الجمعه والسبت غتكون فيه فاطمه، يعني نقسموا انا ويا المحل مع قريبه غنمشيو ونجيو، والايام الاخرى غنكون انا في المحل. يعني الخميس غنكون في الرباط، والجمعه والسبت غنكون في المحل. البنات الجمعه والسبت غنكون في المحل، الخميس غنكون في الرباط، الحد غنكون في الرباط. هادشي اللي كاين. والايام الاخرى يعني غنتخالفوا انا وفاطمه، يعني الا كان المحل راه ما غيتسدش المحل، يعني الخميس والحد ما غيكونش مسدود المحل، غتكون فيه فاطمه، غيكون فيه البيع، اللي بغات تخرج البياسه ديالها تخرجها، واللي بغات كوموندي راه حنا ما كنحبسوش العيد، يعني كنشدوا الكوموند اللي ورا العيد ان شاء الله باذن الله. يعني تخلي تنكون السيمانه الجايه وتحط الكوموند ديالها. الناس اللي كيحطوا في بارلو الكوموند ديالهم الواتساب اللي ورا العيد، كنقول لكم خليته ورا العيد عاد حطوه عندي في الواتساب، لان ورا العيد ان شاء الله كنبغي نخوي التليفون، كنبغي نفورماطي من احسن ورا العيد ان شاء الله عاد حطوا الكوموند ديالكم. المقدمه كانت شويه طويله، ولكن باش نديروا النقاط بحال هكا باش نتحدث معكم ونقول لكم اشنو كاين. البنات غنعطيكم البنات هذا الفيديو الاول، غنعطيه لكم تاع جلالب. الفيديو الثاني غنلوح جوج اليوم، الفيديو الثاني غادي نلوحو ديال القفاطن البنات، لان كل اللي كيطلب ديال القفاطن، كل اللي كيطلب جلالب، كل اللي كيطلب دوبياس. دوبياس يلاه حاليا عندي في المحل نقول لك عندي ثلاثه حتى اربعه، بغيتهم خليهم تيتجمعوا على الاقل خمسه ولا سته، عاد ندير لهم فيديو واحد البنات. شوفوا هذه غنعطيكم بياسات غزالين ديال العيد، ديال الهمه، ديال الشان، جلابه مغربيه بنعم الكلمة، لابسه جلابه انت بوحدك، ما لابساش معك شي واحد بهذا الرشمه وبهذا الاتقان البنات وبهذا الثمن. انا نقول لكم الثمن ديالو زوين البنات، بالنسبه لكل اللي غيقول لك غالي، ولكن بالنسبه للخدمه وكيعرف حق الخدمه ويعرف حق بهذا الرشمه راه غيقول لك رخيصه. شوفوا البنات، وكنعطيكم الكريب الممتاز البنات، احسن كريب حاليا في المغرب هو هذا البنات في السوق، راه هذا ها انت شوف الخدمه كي دايره. دخلت باللوينات مهدنين، هذا البنات راه اللي كيبان لكم شوي بها، هذا ماشي شوي بها، هذا راه الخرش فيه فاتح، هذا مرتديلا، هذا لون توب، هذا سامبرونز البنات. كي قلت لكم واش ندخل سامبرونز على هاد البياس اللي كنت بغيت نقول لكم، سولتكم عليهم، يعني سامبرونز كيحاول يحل لي البياسه. خدمتها بالبرشمان باليد، هذه كلها بياسه واقفه باليد البنات، كلها واقفه باليد، خدمه نقيه. عرفتي راه غير الرباط يا البنات باش توقف لك المعلمه هاد الخدمه، راه كنقولها الله يعطيك الصحه. قريب كتشوفوا في اللون ديالها كي دايره، القبه هو على الكتيفات، درنا واحد زويقات لنا في الكتافه البنات ديال البرشمان، كتجي زوينه سيرتو ملي كتكون جلابه بياس لون واحد كيبانوا فيها زوينين. غنعطيكم العبارات، ونتمنى اي وحده عجبتها تلقى العبار ديالها فيها. العبار 40 في الكتاف، 58 في طولكم، 30 في الصدر، 30 في الحزام،
32 في الحوض، متر 39 في الطول. راكم عارفين صحاباتي كيتنقص وكيتزاد، والثمن ديالها البنات 1200 درهم، كلها واقفة باليد، خديمة نقية. رباطي داخل فيه، رباطي داخل فيها البريد، داخلة فيها الدقة الفرنسية. غنعطيكم التونسي، التونسية البنات بالمبروم، رشمة غزالة 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 غزالة، كتلقى الإعجاب بزاف عندي. كاين التونسي وكاين الدقه الفرنسيه وكاين النرويجي والسمنه. رشمه الهبال هذه كنقول ليها ديال التونسي، صراحه غزاله. البياسه اللي كنحطها فيها كتمشي طايره قبل ما كندوزها لكم، ما شاء الله. عرفتي هذه البياسات راه انا يلاه دخلوني من، عرفتي البنات هذو يلاه دخلوني البارح من البرشمان، اول فيديو غيدوزو فيهم هما هادو، يعني الغزال اللي عجبتها شي جلابه ما تسناش تشوف اشنو غادي يكون في الفيديو لحد الاخر. اللي عجبتها لقاتها في العبار ديالها كنقول لك اختي فوزي بها. غزاله عطيتكم والله الا الفن، غنقول لكم القرقاع، غنقول لكم شي حاجه غلا غلا غلا، يعني غلا من القرقاع الفن. شوفوا البنات هذا راه فيها واحد المخدر، ودخلت فيها الغوج بريك والماغو ترابي شوكولا، كي قلت لكم كلها واقفه باليد. شفتوها برشمان مليفه لولاه، هاد السلباج اللي جاي بحال صابلي هو فاتح عليه بزاف. غنعطيكم العبارات ديالها، طرزه دايره كامله معكم البنات. العبار ديالها 45 في الكتاف، 62 في الطول لكم، 33 في الصدر، 32 في الحزام، 32 في الحزام، 34 في الحوض، والطول متر 42. الثمن ديالها كتبقى ب 1000 درهم البنات، كلها واقفه باليد 1000 درهم. هادي غير خياطه ديالها بوحدها كنشدها ب 1000 درهم، يعني شي حاجه الغزاله. قلت لكم انا لقيتو العبارات ديالكم فوزوا بها البنات. غنعطيكم هادي حتى هي، شوفوا هاد الرشمه راه ما شاء الله. هاد الرشمه راه كلمه ما شاء الله، يعني هي كبيره ولكن راها غزاله البنات. هاد الرشمه كي كتحط ليا البياسه كتباع بالمردوخ، شفتوها رشمه غزاله غزاله، لقات الاقبال ديالها يعني بالمردوخ. شفتوا هاد راه طرز المردوخ، هذا رباطي، هذا الدقه الفرنسيه، شفتوها تخدمات كامله باليد، يعني برشمان باليد، جلابه واقفه كامله باليد. كاين اللي كيلبس جلابه ما كيلبسش الماكينه، حاولت انني دابا ندير لكم ديال المناسبات، حاولت دخلت لكم اغلبيه باليد. شوفوا الرشمه كي دايره جايه بحال قبه في الكم البنات، شي حاجه غزاله. لا تبغيت نعطيكم العبار، صبروا نعطيكم العبارات ديال هادي. هادي طاية صغيرة البنات، الكتاف 42، 58 في الطول لكم، 29 في الصدر، 28 في الحزام، 29 في الحوض، والطول مترو و 36. هادي البنات كتبقى ب 1000 درهم. غنعطيكم هاد الجليبة في الكريب، شوفوا الموف ديالها كي داير، خدمتها بالموف الغامق وخدمتها بالديكرادي ديال التوب ياك، وهذا شويه سامبونز، تخدمات كامله حتى هي باليد، يعني طرزه باليد والخياطه باليد البنات. لكم دايره معها الطرزه، دايره مع صحابتي، شوفوا كامله دايره مع الكريب. كي قلت لكم كريب ديال بن سودا، جوج فتيحات في الجناب، الخدمه هابطه بالبرشمان باليد، بياسه كلها باليد البنات. التوب ديالها غزال وخفيفه البنات. هادو نعطيكم العبار ديالها، 42 في الكتاف، 58 في الطول لكم، 33 في الصدر، 32 في الحزام، 34 في الحوض، والطول مترو و 38. هذه البنات كتبقى ب 1000 درهم. شوفوا هذه البنات نفس الرشمه غزاله، حتى هي بالمردوخ وبالرباطي والدقه الفرنسيه، شفتوها هي بالرقيقه البنات. عرفتي شنو هي من شوفوا شوفوا الخدمه كي دايره، شوفوا الاتقان، غزاله غزاله ما شاء الله. شوفوا الرشمه هنا في الكم ديالها، لوينات غزالين. دخلت فيها هذا الخضيضر البنات غوز بيبي، ودخلت فيها الموف فاتح والبيج صابلي وسويت سام برونز البنات.
تخدمات كامله باليد. البرشمان حتى هو باليد البنات. هنا قيده بلديه رقاق ديال البرشمان والشبيكات من تحت منها شفتوها. غنعطيكم العبار تاعها. حتى هي الطرزه دايره في الكم البنات وكتجي حتى لهنا النص ديالكم وكنديروها قبه البنات. نعطيكم العبار تاعها 40 في الكتاف ياك 58 في الطول لكم 29 في الصدر 28 في الحزام 32 في الحوض والطول متر و 38. شوفوا هذه البنات الخضيضر غزال غزال لوين صيفي مبهج فنه فنه تلبسها تحسي بالبهجه في وجهك البنات. شوفوا هاد الرشيمه، هادي الرشيمه كنقول لها رشمه الرباطيه يعني رباطي من الكلمه رباطي. غزاله فيها البريد فيها الدقه الفرنسيه فيها العراد ديال الرباطي. علاش دخلتها؟ قلت لها رشمه الرباطي. شوفوا كي جات دخلنا فيها الغوز رماني، دخلت فيها هاد البيستاج اللي هو فاتح، ودخلت فيها لون التوبه البنات. هذا راه جاي بحال المرتديله واني غامق على المرتديله البنات. شفتوا جات مرتديله يعني مرتديله ترابيه جات زوينه البنات. تخدمات بكلها كي قلت لكم غنعطيكم بياس ديال اليد كلها مخدومه باليد كلها. شوفوا القب ديالها اللي كنبعد لكم وريكم القب باش كتشوفوا الكتف يعني نازل عليه على الكتف ماشي صغير. وشوفوا الخرطه يعني ما كايناش الطرزه دايره مع الكمام. البرشمان المرمى كتكون فيه من الداخل فينيسو ديال الرباطي راه ما نقولش لكم عليه. شوفوها البنات غنعطيكم دابا العبار ديالها والكريب ديال بنسوده. الكتاف 40 في الكتاف طولكم 59 29 في الصدر 28 في الحزام 32 في الحوض والطول مترو و40 البنات فنه. هذه البنات كتبقى ب 1200 كلها واقفه باليد. شوف صحباتي هذه راه كاين اختلاف ديال اللون شفتوها. هذا رماني وهذا جاي بحال لون ديال باربا. شوفوا هاد الرشيمه حتى هي فنه غزاله جديده. هاد الرشمه اول جلابه تخدمات فيها هي هذه، فيها البريد فيها هذا النرويجي فيها الدقه الفرنسيه وفيها الرباط ديال البنات وفيها المردوخ يعني انواع ديال الطرز كله دخل في هاد الرشمه. شوفوا تبارك الله دخلت فيها هذا راه جاي بحال بيج غامق باش ترابي البنات يعني كيقول الشجر ديال ماشي شجر يا بيش نقول لك اللون ديالو بحال العود ديال العود القماري بحال كاك اللون ديالو البنات. هذا هذا شويبي شويبي جاي شويه الموف ماشي شويبي مزرق جاي شويه الموف الغوز بيبي والمسكي. المهم التلوينه راه هكا كيف دابا كندرك لكم الضو هكا جن باش كتبان لكم التلوينه. هذه هي التلوينه ديالها كيف ما كنشوف انا كنشوفها دابا في التليفون شفتوها. ها هي هذه المرمه البنات يعني جلابه كلها واقفه باليد طرزه دايره مع الكمام دايره كامله مع الكمام. القبه نتوما كتشوفوا فيه جوج فتحات في الجناب وهابطه بالبرشمان رقيقه البنات. غنعطيكم العبار ديالها. العبار ديالها 39 في الكتاف 58 في الطول لكم 28 في الصدر 27 في الحزام 31 في الحوض والطول متر و40. شتو صحباتي انا قاديت لكم حاولت ندير لكم لي طاي شويه صغار وشويه كبار ما يعني اللي طاي 28 طلبتوها لي بزاف يعني حتى مولات 27 تلبسها يعني صعيب انك ديري 27 حيت 28 تلبسها مولات 27 سنتيم واحد معليش درتو في الكريب توبو نازل ما تخافيش منه. هادي البنات الثمن ديالها 1200 درهم. غنعطيكم واحد الرشمه كيف كنقولوا حصريا رشمه جديده جديده جديده. يلا تعهدوا جوج رشامي 13 ملي عطيتكم دابا جداده البنات مازال جلابه الرشمه الاخرى كندوزها في الفيديو اللي قبل منا. شوفوا هاد الجلابه هذا كنقولوا ليه الرباطي ديال التعصاب الرباطي التعصاب يعني التعصاب اللي كنا كنخدموا فيه الفاسات ديال اللي كتخدم بكري الاول اللي كان كيتخدم به نظام الطنع البنات عرفتوا اللي كيقول لي الطنع راه هو هذا البنات خدمناه بالحرير. شوفوا الخدمه كي دايره كاين فيها البريد. شوفوا البريد كما كيبان لكم بانه بريد لانه برقيق على الشعره عرفتي على الشعره ويكون صم. الله يحسن الله يحسن الله يحسن عوان المعلمه والله يعطيك الصحه.
باش تحطي هاد الاتقان. شوفوا السمره ما كاينش ما صعب منه في الخدمه البنات، راه صبعانو كيتجرحوا لك. ها ما شوفوا البريد، انا كنقدر الصنعه وكنقدر حق المعلمه، كنشكرها لان ماشي انا بوحدي اللي كنخدم، انا كنعطي الالوان كنعطي التعليمات ديالي، ولكن هما كيعاونوني. كنقول لكم الله يعطيكم الصحه. شوفوا البريد كي داير اتقان ما كاينش لا يعلى عليه البنات، لا يعلى عليه. الله يعطيهم الصحه، كبروا بيا الله يكبر بيكم. وكنقول لكم عواش مبروكه حتى نتوما صحباتي. شوفوا شوف شوفوا الخدمه كي دايره. هذا راه باج، يعني كي قلت لكم واحد الباج كنقولوا ليه انا المعلمات ولا الملحين كنقول لي عطيني اللون ديال الباج اللي رايم الكري، وراه باج ولكن جايه جايه واحد اللمسه فيه في الكري. شفتوها هذا راه مرتدي لا فاتحه، هذا الديغرادي ديال الثوب. شفتوه راه بلو سيان كيبان غامق، وراه بلو سيان والسامبرونز البنات. فنه فنه البياس. عرفتي دابا شاده فيدي والله حتى انا عاجباني البنات، وكو كانت قدي ناخذها انا. تبارك الله جات زوينه، تخدمت فيها بياسه وحده هذا الرشمه هي هذه. يلا غطلونس ان شاء الله، ورا العيد لينا كتشاد الخدمه بزاف، وجلسات فيها المعلمه غزاله هذا الرشمه، عطيتها حقها في الشكر لانني انا عجبتني بصراحه. كاين بياس كله زوين كله عاجبني، اصلا بياسه لما عجبتنيش ما كملاش في الخدمه، ما نزاش لك قدام الكاميرا. ولكن كاينه شي بياسه اللي كتعجب وكنشوف بانها باش حطتها المعلمه بهذاك الاتقان، عارفه فيها تماره بزاف، كنقول لهم الله يعطيكم الصحه. غنعطيكم العبار ديالها اختي هذه، اي وحده كنقول لك لقيتيها في العبار ديالك فوزي بها اختي، خديتي اللب ديال الخدمه. نعطيك العبار 42 في الكتاف، 58 في طولكم، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 35 في الحوض، والطول متر و40. صحباتي اللي كتلبس 34 في الحوض تلبسها، لان القرب قد ما كان واسع لك قد ما احسن. انا يعني بالنسبه للسيده اللي كتبغي جلابه همه ومطلوقه عليها ماشي ايفازي لاصقه عليها، يعني 35 ولا 34 33 ونص 33 كتلبس جلابه عريضه مزيانه ليها. بحال الجلابه ديالي انا يلا عندي 31 32، كان ضروري الجلابه في القرب ندير فيها 34. علاش؟ باش نخليها مطلوقه عليا ما تجينيش يعني تجي سلازله عليا. والطول ديالها متر و40 البنات. هذه حتى هي غادي نخليها ب 1200، و 1200 ما تستاهلهاش هذه الجلابه بحال هذه، خاصها تاخذ الثمن ديالها 1500. والخياطات والصناعيات هما غيكتبوا يقول لك هاد البياسه تستاهل اكثر، ماشي غير هاد البياسه، البياس ديالي كله اللي عندي هنا دابا اللي حطيتكم يلا حسن العوان القدره الشرائيه اللي غتجي 1200 بزاف، ولكن البياسه ديال الكركاع بصراحه انا هي راه تستاهل اكثر من كلمه الكركاع، ولكن غنقول الكركاع. مازال عندنا بياسات، الفيديو كيبان ليا طويل وما كنبغيش نطول عليكم البنات بزاف، فيديو واحد اخر عاوتاني نحط لكم ان شاء الله. واللي قريبا المحل زورنا اختي مرحبا بكم، انا كاينه في المحل ان شاء الله الجمعه والسبت كاينه في المحل زورنا ان شاء الله. الجمعه الخميس كاينه في فاطمه، والحد كاينه في فاطمه بحالي بحالها. كتجي انت كتختاري الجلابه اللي بغيتي، الاثمنه عارفها وكل شيء كاين اختي. والسلام عليكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله. ما تنساوش صحابه الطربات زورونا مرحبا بكم، السلام عليكم.